الأرض لمن يفلحها ويعمل بها ولا لا سيدي؟ جودة نقزتني لعمة بعيونك، شو بتعقولها؟ آي جودة، قلي لجو أبو نادر، الأرض لمن يفلحها ويعمل بها ولا لا؟ ولاد الراب السخن اللي ياخدك، العبر دق الباب قبل مفوت، ليش ما دقيته؟ دولة عاد سيدي بدقوا بدقوا سيدي ها؟ قلي تشو، الأرض لمن يفلحها إلى آخره ولا لا يا أبو نادر؟ آي للي بيفلحها وبيشتغل فيها حياتي إنت وأرضنا مين عم يفلحها ويعمل بها؟ الطبقة الفلاحية طبعاً لذلك فهي لهم. لك أبو نادر أبو نادر ركز معي شو صار لك؟ أرضنا أرضنا اللي ورثنا إياها المرحوم الوالد أنا وأخوي مين عم يزرعها ويفلح بها؟ لك إنت عاش تشعر بوشي ذا طالما أنا بحق له لأخوي بيحصده من الأرض بحق له ليش ما بحق له؟ لك كيف بحق له؟ كيف بحق له إذا أنا وأبي فنانة عمرنا بهالأرض وهو قاعد عم يتشبرق من مصريات على هالأرض المدينة على المدارس وعلى التعليم؟ شو يعني؟ ما بيصير سيدي؟ لا بيصير يا سيدي ولاد جن، هذا من حقه طالما هي وراثة. لا بدي جن، وإذا ببيع شبر واحد من الأرض بدي أخرب الكون كله. والله إذا بسمع يا جودة عملت حركة هيك ولا هيك لا تلوم إلا حالك. ولك إذا دافع الواح عن حقه بتقولوا ليش عم يدافع الواح؟ وإذا الواح ما دافع عن حقه بتقولوا ها ما دافع الواح؟ وشو بده يدافع الواح تدافع الواح؟ الواح يبقى اللي يقدر.